الفتره اللي فاتت دي كلها كانت دايما تتناول رجل الاعمال بشكل قبيح، رجل الاعمال دايما حرامي، رجل الاعمال دايما، مع ان في رجال اعمال شرفاء جدا في البلد دي، والبلد دي قامت في فتره طويله جدا على رجال الاعمال الشرفاء. ف وفي رجال اعمال مهتمين بالعمل الثقافي والجورنان ده في رجال اعمال شرفاء وراه، لازم نعترف بكده، في اماكن كده بالظبط فمش كل رجل اعمال حرام. فانا حبيت ان انا نموذج رجل الاعمال ده في فتره الاخوان، حد معين لا، هو كل رجال الاعمال الشرفاء اتعذبوا في عهد الاخوان، اتعذبوا بمعنى اتعذبوا. فانا اردت ان انا ابين الصوره كيف تم التعامل مع رجال الاعمال الشرفاء في فتره الاخوان. ليا ظروف خلتني ابقى قريب من الناس دي واتعامل معهم بشكل دايركت. لما جم قالوا لي تعالى نعمل فيلم حسن البنا، فحصل تقارب بيني وبين قيادات منهم، فاكتشفت حقيقتهم، اكتشفت ان الناس دي وحشه فعلا، مش اعلام، مش كلام اعلامي ولا شو اعلامي، لا الناس دي في حقيقي في سلوكهم مش مظبوط، وحقيقي هم كلامهم غير افعالهم. فحصل بقى ان بعدها بفتره قليله الاستاذ وائل عبد الله كلمني، وكان ليا الشرف ان هو يكلمني يعني كراجل منتج كبير، وقال لي احنا عايزين نشتغل مع بعض ونعمل حاجه لاحمد، نرجع احمد مره تانية للدراما.